مرحبا بك أخت، أهلا وسهلا بك. أم أمين من قسنطينة، أهلا وسهلا بك أم أمين، تفضلي بسؤالك. مرحبا بكم وبالشيخ. شكرا لك. شيخ أنا هنصبتي بس على الأم الوالدة وعمل اللي راي خط أحبب دي، ما حكم أنها تفرق ما بين ولادها إيه وتركب الظالم على المظلوم وتقنع باللي هذاك عندها بنت مظلومة، تقول لك لا هذا ولدك ولدها ظالم، تقول لك هي هاني عم بالي، بس ما نفهمش انها بالعاطفة انها تخاف منه، ما نفهمش منها، تقول لك هي كيما يدير لازم تقولوا تقولوا هي معاه وخلاص، تقول يقول النبر وش هو حكم هذه الام. نجاوبك على انها سؤالك. مثلا تمنعك من زيارة الاقارب، تقول لك تتقابل تتخاصم هي مع اخوها هو خالي مثلا، انا نروح نزور دار عملية تقولي ما تروحيش ليه، يعني شوية ما لقيناش واش نديرو مع الأم هذه. شكرا لك. احنا نحاولوا دايما، راي أم أم يا شيخ، نجاوب. راي أم راي خط أحمر، واحنا رانا نحبوا نراضيوها في كلش، شكرا لك. فقولي لنا برك واش هو الحكم هذا تاع تفرقة الأولاد، نجاوبك على سؤالك، بارك الله فيك، الاتصال أمانة. وبالخصوص الولد وكاد وكبار 50 سنة 60 سنة ناضج ويفهم باللي راهو قاعد يغلب في مو هذا يغلب فيها برك هكا بقوته ويتحكم ويسيطر فيها هكا. نعم، يستغل يستغل هذه المحبة تاع يماه. ما فهمناش. شكرا لك، نجاوبك على سؤالك، بارك الله فيك. ويزيد يقطعها شيخ، ويزيد يقطعها انها صلة الرحم ما بين خاوة الاخرين اللي راهم ضعاف. راني نسمع فيكم يا شيخ، راني اختارت الطبيبة وراني بالدواء. ان شاء الله ان شاء الله ربي يصلح الاحوال ان شاء الله، بارك الله فيك على السؤال. امين يا شيخ، بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا لك، تفضل الشيخ. والله كلام السائله هذا يدل على انها عاقله وانها حكيمه وانها توصف القضيه توصيفا عاقلا، تقول رغم ان كاين اخطاء وكاين تجاوزات من الوالده حفظها الله في مساله التفرقه، ولكن راها ام وراها خط احمر. هذا كلام ينم على وجود ايمان ووجود عقل ايضا. ومع ذلك نقول صح الوالدة خط أحمر، وصح أن الخطأ إذا كان لا يعالج بخطأ آخر، صار أنت تفرقي أديه وروح وأنا ثاني منزلش نجي لكم قاع صفي، الخطأ لا يعالج بخطأ آخر مثله أو أكثر منه. ثالثا أن الدنيا مخلوقة للمشاكل، والأسرة موجودة للأمور المعقدة والأزمات المتلاحقة والمشاكل الموجودة. لا يمكن أن تبقى العائلة صافية ما بين الأب وولاده، ولا بين الأب والزوجة نتاعه، ولا بين الخاوة مع بعضهم، لا يمكن أن تبقى هكذاك إلا طفرات في التاريخ. كل واحد لازم كاين المشاكل، لكن المشاكل وجدت للمعالجة ولا وجدت للهروب منها، وجدت للتخفيف منها ولا وجدت لإشعال النار. هذا الوالدة إذا كانت تفعل هذا لا حرام عليها، مش لأنها والدة هم ما يقدرش يعاملوها بهذا الشكل، لكن هي فعلها إذا كان أنا سمعنا من جهة واحدة ما سمعناش من جهة أخرى، حرام كبير، لأن هذا الحرام راه يورث البغضاء والشحناء والحقد، ويورث أيضا مسألة المقاطعة التقاطع اللي هو قال فيه الله تبارك وتعالى لو حدث لحلت بهم لعنة الله عز وجل. نعم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لكن شكون هو السبب؟ هاي المشكلة.